ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنبدأ شابتر جديد، هو أهم شابتر في الترم الثاني، والشابتر ده هو المين بلك وعليه أهم درجات في الترم الثاني إن شاء الله. الشابتر ده يسمى دي إن إيه أند موليكولار بروتين. الدكاترة الطب زمان كان حاجة والطب دلوقتي حاجة تانية خالص. الطب زمان كان واحد بيجي يشتكي عندي اسهال ويقول انتي ده الكل ان شاء الله، عندي التهاب خد انتي بيوتيك هتخف وتبقى تمام. لكن الطب دلوقتي تقدم جدا جدا جدا، وفي مجالين دلوقتي موجودين في الميديسن هما مستقبل الطب. اول مجال يسمى جين ثيرابي، وكلمة جين ثيرابي يعني العلاج بالجينات. لقينا ان معظم الكرونيك ديزيز اللي موجودة يا جماعة، وكمان معظم انواع الكانسر نتيجة ميوتيشن في جين محدد. مثلا ديزيز اسمه دايابيتس ميليتس، ده كرونيك ديزيز نتيجة نقص الانسولين. ايه اللي خلى الانسولين ينقص؟ قال لك حصل ميوتيشن في الجين الخاص بالانسولين، فما بقاش بيطلع انسولين، وبالتالي حصل المرض اللي اسمه دايابيتس ميليتس. طب علاجه ايه؟ بدل ما تقعد تديله انسولين عمره كله، لا، ادخل على الجين البايظ وصلح الديفكت في الجين ده، وخلي الانسولين يرجع يفرز طبيعي في جسمه، يبقى انت كده عالجت الدايابيتس ميليتس، وبالتالي اسمه جين ثيرابي. والجين ثيرابي دلوقتي جرت عليه ترايلز كتيره جدا 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 جدا، وفي مجاله للتطبيق. الحاجه الثانيه اللي فيها برضو مستقبل الطب يا جماعه، حاجه اسمها ستيم سيلز. وستيم سيلز يعني الخلايا الجذعيه، والخلايا الجذعيه دي خلايا خير غير متحوره، يعني مش متحوره لاورجان معين، وليها القدره انها تتحول لاي اورجان في جسمي. فدلوقتي مثلا سي ان واحد عنده ليفر فيلير، الكبد بتاعه باظ، قالك ممكن عن طريق الستيم سيل ابني له كبد مكان الكبد بتاعه. جاله رينال فيلير، عن طريق الستيم سيل اعمل كدني مكان الكدني اللي بايظه، وهكذا يا جماعه. وبرضو عن طريق الستيم سيل بدأنا نطبق ونعالج ميني كرونيك ديزيز. ده مجال سميناه ريجينيراتيف ميديسن. كلمة ريجينيراتيف ميديسن يعني I can regenerate. لا طبعا احنا حسن مش عايز ما اطلع كده اتكلم عشان اطلع ده كله الناس تحصل لها انتربشن، احنا حسن. يبقى في حاجه اسمها ريجينيراتيف ميديسن، يعني الاورجان او التيشو اللي بايظ بقدر اعمل له ريجينيريشن باستخدام الستيم سيل. يبقى المجالين دول هم مستقبل الطب في العالم كله، اللي اسمه جين ثيرابي وحاجه اسمها ستيم سيل او سميناها ريجينيراتيف ميديسن. طب عشان افهم الجين ثيرابي وافهم العلاج بالجينات، لازم افهم كلمه جين يعني ايه، ولازم افهم يعني ايه النيوكليك اسيد، ويعني ايه احماض نوويه. والنيوكليك اسيد يا جماعه عباره عن نوعين، نوع اسمه دي ان ايه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، والنوع الثاني اسمه ار ان اي رايبو نيوكليك اسيد. فلازم افهم الدي ان اي ولازم افهم الار ان اي عشان اعرف كلمه جين يعني ايه، وافهم كلمه جين ثيرابي او العلاج بالجينات يعني ايه. وده يا جماعه اللي هندرسه تحت تايتل اسمه دي ان اي اند موليكولار بيولوجي، الدي ان اي وتقنيه البيولوجيا الجزيئيه. طيب جميل، اي حاجة كبيرة درسناها في المنهج اللي هي السيمبل يونت. لما خدنا البوليساكرايد قلنا السيمبل يونت تسمى مونوساكرايد، ولما خدنا البروتين السيمبل يونت تسمى امينو اسيد، ولما خدنا الكولاجين السيمبل يونت تسمى تروبو كولاجين، ولما خدنا الالاستين السيمبل يونت تسمى تروبو الاستين، ولما بنقول نيوكليك اسيد السيمبل يونت تسمى نيوكليوتايد. يبقى السيمبل يونت بتاع اي نيوكليك اسيد في الدنيا اسمها نيوكليوتايد. فنيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد، اعمل النيوكليك اسيد الكبير اللي بسميه دي ان ايه او اللي بسميه ار ان ايه. وعشان كده يا جماعه بوصف الدي ان ايه او الار ان ايه وبقول ده فورمد اوف بولي نيوكليوتايد. بولي يعني كتير، يعني نيوكليوتايد عددها كبير جدا. فاي نيوكليك اسيد فورمد اوف بولي نيوكليوتايد، نيوكليوتايد كتيره متجمعين ومتشابكين مع بعض. طيب
لو عايز اوصف النيوكليوتيد مما تتكون النيوكليوتيد، ايه الاستراكشر اوف نيوكليوتيد؟ ده اول شابتر عليا في الدنيا، الاستراكشر اوف نيوكليوتيد. يقول لك والله النيوكليوتيد مكونه من ثلاث حاجات متشابكين مع بعض. عندي يا جماعه نيتروجينس بيز، يعني قاعده نيتروجين شبكه مع بنتوز، وبنتوز يعني سكر خماسي شبكه مع فوسفين. الثلاثه دول شابكين مع بعض مديني النيوكليوتيد. قول معايا يلا، وده سؤال اورال ممكن يكون اول سؤال ليك في الاورال، مما تتكون النيوكليوتيد. او يقول لك كلمه نيوكليوتيد يعني ايه؟ نيتروجينس بيز شبكه مع بنتوز شبكه مع فوسفين. واحده واحده يا جماعه، الفوسفيت يعني ايه؟ قال لك الفوسفيت هو الفوسفوريك اسيد. الفوسفيت هو الفوسفوريك اسيد، والفوسفوريك اسيد اسمه H3PO4. الفوسفيت هو الفوسفوريك اسيد، والفوسفوريك اسيد اسمه H3PO4. ولو حبيت ارسمه برسمه كده بي دبل بوند او او اتش او اتش او اتش. ده يا جماعه اللي اسمه فوسفوريك اسيد H3PO4 B دبل بوند O O H O H O H، ده الفوسفيت. ده جميل. ايه البنتوز؟ البنتوز يا جماعه يعني سكر خماسي، بنتا يعني خمسه، وأوز يعني سكر، فبنتوز يعني سكر خماسي. وفي نوعين من البنتوز موجودين يا دكاتره في النيوكليك اسيد، في واحد اسمه رايبوز بالار، ده موجود في الار ان اي، وواحد كان اسمه دي 2 دي اوكسي ريبوز. لو تفتكر كان دي ليه؟ لان الاو اتش قبل الاخيره كانت يمين، واتنين دي اوكسي ايه؟ لان متشال منه اوكسجين من رقم اتنين، فاسمه دي 2 دي اوكسي ريبوز. والدي اوكسي ريبوز اللي في الدي موجود في الدي ان اي. يبقى البنتوزس عندي منها نوعين، نوع اسمه رايبوز بالار، ده موجود فين؟ بالار ان اي، ونوع اسمه دي اوكسي رايبوز بالدي، ده موجود فين؟ في الدي ان اي. طيب يتبقى عندي النيتروجينس بيزز، دي انا مش عارفها ودي هعرفها بعد شويه، ودي نوعين، نوع اسمه بيورين بيزز ونوع اسمه بايرميدين بيزز. لكن النيوكليوتيد نفسها مكونه من الثلاث حاجات دول، بشبههم مع بعض نيتروجينس بيز مع بنتوز مع فوسفيت. لكن يا دكاتره لو جبت نيتروجينس بيز مع بنتوز وبس، نيتروجينس بيز مع بنتوز وبس، دي بسميها نيوكليوزايد. بسميها يا جماعه نيوكليوزايد، نيتروجينس بيز مع بنتوز وبس بسميها نيوكليوزايد. ولو جيت في النيوكليوزايد وشبكت فوسفيت، لو جيت في النيوكليوزايد وشبكت فوسفيت، دي اسمها نيوكليوتايد. لو جيت في النيوكليوزايد وشبكت فوسفيت دي يبقى اسمها نيوكليوتايد. فلو قال لك في الامتحان نيتروجينس بيز مع بنتوز مع فوسفيت، دي اسمها زايد ولا تايد؟ طب تايد ولا فوسفيت؟ لا تايد، نيوكليوتايد. يبقى نيتروجينس بيز مع بنتوز بسميها نيوكليوزايد، حطيت على النيوكليوزايد فوسفيت يبقى اسمها زي ما اتفقنا نيوكليوتايد. طيب جميل، انا بصيت على الفوسفيت لقيت نفسي عارفه H3PO4، والرمز بتاعه زي ما اتفقنا في دبل بوند او او اتش او اتش او اتش، يعني H3PO4. بصيت على البنتوز لقيت نفسي درسته في شابتر الكربوهيدرات، ريبوز بالار ده بالار ان اي، ودي اوكسي ريبوز بالدي ده في الدي ان اي، ده انا عارفه كويس قوي. لكن بصراحه اللي مش عارفه خالص النيتروجينس بيز، القاعده النيتروجينية، انت بتقول حاجه اسمها بايرميدين ولا سمعت عنها، بتقول حاجه اسمها بيورين ولا اعرفها. فعشان نفهم الاستراكشر اوف نيوكليوتايد لازم اعرف كويس قوي مين هما النيتروجينس بيزز، مين هما البايرميدينز، ومين هما البيورينز. وبالتالي يا دكاتره نبدا مع بعض بدراسه النيتروجينس بيزز، وندرس مع بعض اول نوع من النيتروجينس بيزز
وده يسمى بايريميدين بيزس. يلا مع بعض نبدا مع بعض. بايريميدين بيزس قال لك هما اسمهم بايريميدين بيزس. ليه اسمهم بايريميدينز؟ عشان فيهم رينج اسمها بايريميدين رينج. يبقى اسمهم بايريميدين بيزس عشان فيهم رينج تسمى ايه؟ بايريميدين رينج. ايه هي البايريميدين رينج دي؟ البايريميدين رينج دي رينج فيها 6 اتومز منها 2 نيتروجين. البايريميدين رينج دي رينج فيها 6 اتومز منها 2 نيتروجين. طب ركز معايا، احنا خدنا زمان رينج فيها 5 اتومز منها واحده نيتروجين. مين فاكر كان اسمها ايه؟ بيرول. يبقى الرينج اللي فيها 5 اتومز واحده نيتروجين خدناها اسمها بيرول. طب الرينج اللي فيها 5 اتومز بس 2 نيتروجين اسمها ايه دي؟ اميدازول. اسمها ايه يا جماعه؟ اميدازول. يبقى 5 اتومز واحده نيتروجين بيرول، 5 اتومز 2 نيتروجين دي اسمها ايه دي؟ اميدازول. طب لو عندي 6 اتومز واحده بس نيتروجين، دي انا كده استنتجها دي اسمها بايريدين. بايريدين. لكن 6 اتومز و2 نيتروجين دي بتاع النهارده بايريميدين. وبالتالي الرينج اللي اسمها بايريميدين رينج دي فيها 6 اتومز منهم 2 نيتروجين. طب ما تيجي نرسم. قال لك اهو هرسم اهو رينج فيها 6 اتومز و2 نيتروجين اهو. الرينج دي اهي اسمها بايريميدين رينج. طب عايزين نرقم الرينج دي، نرقمها ازاي؟ بص بقى قواعد الاورجانيك كيمستري بتقول لو عايز ترقم رينج فيها كربون وفيها اتوم غير الكربون ابدا بالاتوم اللي مش كربون. طب انا عندي اهو كربون ونيتروجين، يبقى رقم من الكربون ولا من النيتروجين؟ من النيتروجين. بصيت لقيت عندي 2 نيتروجين، يبقى ليا كامل الحق ان ارقمها من هنا او من هنا. العلماء اتفقوا نرقم من دي ولا من دي؟ قالوا لا هنرقم من اللي تحت، دي رقم واحد. طب لو دي رقم واحد انا همشي الناحيه دي ولا همشي الناحيه دي؟ قواعد الاورجانيك كيمستري بتقول لو عندك اكتر من اتوم مش كربون وبدات من ناحيه واحده امشي في اقصر طريق للثانيه. امشي في اقصر طريق للثانيه، يعني امشي كده ولا امشي كده؟ امشي كده، يعني دي 2 ودي 3 ودي 4 ودي 5 ودي 6. يعني انا كده مشيت كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ كلوكوايز. يبقى يا جماعه كل ده قواعد كيمستري، والله قواعد الكيمستري. لو عندي رينج فيها كربونات وحاجات مش كربون زي النيتروجين مثلا، هبدا كربون ولا نيتروجين؟ لا ابدا نيتروجين. طيب عندي 2 اخترت واحده بدات من دي، امشي ازاي؟ امشي في اقرب طريق للثانيه، يعني دي 2 3 4 5 6 وكده رقمت يا جماعه الرينج اللي اسمها بايريميدين. طيب هم اسمهم بايريميدين بيزس عشان فيهم الرينج المحترمه دي اللي اسمها بايريميدين رينج. ايه انواع البايريميدين اللي تعرفها كويس؟ في نوع بسميه ميجور بايريميدين. اسمه يا جماعه؟ ميجور بايريميدين. وكلمه ميجور يعني عظيم. كلمة ميجور يعني مهم. كلمة ميجور يعني يدخل في تركيب الـ DNA أو الـ RNA. حط في رقم 2 دبل بندق، وفي رقم 4 كمان دبل بندق، وباجي في رقم 5 أحط ميثايلين. يبقى في 2 دبل بندق، وفي 4 دبل بندق، وفي 5 ميثايل جروب. فيقول لك لو حبيت أسميه هقول إيه ده؟ هقول ده 2 و4 داي اوكسي 5 ميثايل بايريميدين. 2 و4 داي اوكسي 5 ميثايل بايريميدين. طيب خلي بالك، وانا لو خفيت الميثايل جروب دي ده يبقى اسمه ايه؟ يوراسيل. طب حطيت الميثايل جروب يبقى اسمه ايه؟ بايريميدين. خبيت الميثايل جروب يوراسيل، حطيت الميثايل جروب سايمين.
يعني ينفع اسمي الثيمين انه فايل في ميثايل يوراسيل؟ طبعا، ما هو بالظبط بالظبط زي اليوراسيل بس بحط فيه ميثايل جروب في رقم 5. اذا الثيمين 5 ميثايل يوراسيل. طيب جميل، طب ما نيجي نشوف طيب السيتوزين شكله ايه. بيقول لك والله السيتوزين عباره عن بريد، يبقى فيه الرينج اللي اسمها بريد رينج، ست اتومز منهم اتنين نيتروجين، وفي رقم اتنين بحط دبل بندق، بس في رقم اربعه اهو بحط امينو جروب اللي اسمها ان اتش 2. فلو حبيت اسمي السيتوزين هقول ده اتنين اوكسي، اتنين اوكسي اربعة امينو بيرمدين، اتنين اوكسي اربعة امينو بيرمدين، او بسميه سيتوزين، ودول اسمهم ميجور، ميجور بيرمدين. ليه اسمهم ميجور؟ داخلين دي ان ايه وار ان ايه. اليوراسيل بالار ده موجود ار ان ايه، ثيمين بالتي موجود دي ان ايه، سيتوزين بالسي موجود بوز ار ان ايه ودي ان ايه. كيمستري يقول لك لو بصيت على الثلاثه، على الثلاثه، الثلاثه في رقم اثنين دبل بندق، ده لازم لازم عشان يبقى بيرميدين لازم في رقم اثنين دبل بندق، ده اساسي. حطيت في اثنين دبل بندق وفي اربعه دبل بندق، ده بقى يوراسيل. اثنين دبل بندق واربعة دبل بندق وخمسة ميثايل جروب، يبقى سايمين. ده حتى سميت سايمين 5 ميثايل يوراسيل. اتنين دبل بندق وحطيت في اربعة امينو جروب، يبقى اسمه يا جماعة؟ يبقى اسمه سيتوزين. والتلاتة اسمهم ميجور، ميجور بيرميدين. طب لو عايز اقول الماينور بيرميدين، مين هم يا ترى الماينور بيرميدين؟ قال لك في البداية اسمهم ماينور عشان لا موجودين لا دي ان ايه ولا ار ان ايه. زي مين؟ قال لك في واحد اسمه داي هيدرو يوراسيل. اسمه يا جماعة؟ داي هيدرو يوراسيل. هو داي يعني ايه؟ اتنين، وهيدرو يعني ايه؟ هيدرو، ويوراسيل يعني يوراسيل. فلو بصيت على اليوراسيل اهو هلاقي في عنده دبل بوند، احط هيدروجين وهيدروجين واشيل الدبل بوند، فبقى عندي يوراسيل زائد اثنين هيدروجين، فاسمه ايه؟ داي هيدروراسيل. ده لا دي ان ايه ولا ار ان ايه. طب ايه كمان؟ يقول لك في واحد كمان اسمه 5 ميثايل سيتوزين. اسمه يا جماعه؟ 5 ميثايل سيتوزين، ده سيتوزين ودي رقم خمسه. احط في رقم خمسة ميثايل جروب سي اتش سي، يبقى اسمه سيتوزين ولا 5 ميثايل سيتوزين؟ 5 ميثايل سيتوزين. طب بص على البورد دي كده اسمها سي اتش 3 يعني ميثايل جروب. لو جيت في السي اتش 3 دي وشلت اتش هتبقى سي اتش كام؟ سي اتش 2. وحطيت مكان الاتش او اتش، دي اسميها ايه دي؟ قال لك والله دي كنا زمان بنسميها برايمري الجو، لكن بكره هسميها اسم تاني. مش هي كانت ميثايل وحطيت عليها او اتش يعني هيدروكسيل؟ يعني ايه هيدروكسيل حطيتها على ميثايل؟ يبقى اسمها هيدروكسي ميثايل جروب. فلو جيت في السيتوزين في رقم خمسه وحطيت سي اتش 2 او اتش يعني حطيت هيدروكسي ميثايل جروب، هقول ده اسمه 5 هيدروكسي ميثايل، 5 هيدروكسي ميثايل سيتوزين، وده الاخر برضه ماينور بيرميدين. يا دكاتره في الامتحان بيقول لي سؤال انيوميليت ماينور بيرميدين، او يقول لي اول اوف ذا فولوينج ار ماينور بيرميدين اكسبت، فلازم اعرف مين هم الماينور بيرميدين. اسمع صوتكم، اول واحد اسمه ايه؟ هيدروكسي، والثاني 5 ميثايل سيتوزين، والثالث 5 هيدروكسي ميثايل سيتوزين. اسمع كمان مره، مين ماينور بيرميدين؟ هيدروراسيل و5 ميثايل سيتوزين و5 هيدروكسي ميثايل سيتوزين. يا دكاتره انا بتكلم عن شابتر هو اهم شابتر في الترم الثاني يسمى دي ان ايه وموليكولار بيولوجي، وبقول انا بتكلم هنا عن نيوكليك اسيد اثنين، حاجه اسمها دي ان ايه وحاجه اسمها ار ان ايه. وزي ما كل حاجه في الدنيا ليها سيمبل يونت،
ليها structural unit. قلت ايه السيمبل يونت او الستراكشرال يونت بتاع اي نيوكليك اسيد؟ نيوكليوتايد. واي نيوكليك اسيد مكون من نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد، يعني فورم اوف بولي نيوكليوتايد. واي نيوكليوتايد في الدنيا مكونه من ثلاث حاجات شابكين مع بعض. اسمع، واحده اسمها نيتروجين تفيل و بنتوز و، لكن لو جبنا نيتروجين تفيل مع بنتوز وبس اسمها نيوكليوتايد، ولو حطيت على النيوكليوزايد الفوسفيت يبقى اسمها نيوكليوتايد. بصيت على الفوسفيت لقيته اتش 3 جروب بي دبل بوند او او اتش او اتش او اتش، عارفه ده. بصيت على البنتوز لقيته حاجه من اثنين، ريبوز بالار لو ار ان اي، ودي اوكس ريبوز بالدي لو، عارفه ده. لكن بصيت على النيتروجينس بيزز لقيت نفسي مش عارفها. فبدرس النيتروجينس بيزز لقيته بنوعين، نوع اسمه بايريميدين والتاني اسمه بيورين بيزز. بصيت على البايريميدين بيزز وسالت نفسي سؤال، ليه اسمهم بايريميدين بيزز؟ عشان فيهم رينج اسمها بايريميدين رينج. كام اتوم؟ كام نيتروجين؟ اثنين. طب عايز ارقم، ارقم من الكربون ولا من النيتروجين؟ النيتروجين. لقيت اثنين نيتروجين، ارقم منين؟ اختاروا واحده ادي. طب عشان امشي همشي كده ولا كده؟ كلوكوايز ولا انت كلوكوايز؟ همشي توورد السكند نيتروجين، همشي كده 2 3 4 5 6. طيب بصيت على انواع البايريميدين لقيته باثنين، نوع اسمه ميجور، يعني ايه ميجور؟ موجود دي ان ايه ار ان ايه. ونوع اسمه ماينور، يعني ايه ماينور؟ لا دي ان ايه ولا ار ان ايه. الميجور بايريميدين ثلاثه، اسمع صوت كيوراسيل بالار، سايمين بالتي، وسايتوزين بالسي، دي ان ايه وار ان ايه. في الكيمستري الثلاثه في رقم اثنين لازم دبل بندوق، لازم. طب يوراسيل في اثنين دبل بندوق وفي اربعه دبل بندوق. طب سايمين زيه زي يوراسيل، اثنين دبل بندوق واربعه دبل بندوق، بس هضيف عليه في رقم خمسه الثايمين. طيب السايتوزين لازم اثنين دبل بندوق وفي أربعة كمان أمينو. فلو قلت لك مين هو الأمينو بايريميدين؟ سايتوزين. الأمينو بايريميدين هو السايتوزين. اللي فيه أمينو جروب هو مين؟ هو السايتوزين. طب دول اسمهم ميجور، مين هم المينور بايريميدين؟ أسمع صوتكم. أول واحد هيدروراسين، والتاني فايزيسايل سايتوزين، والتالت فايزيسايل سايتوزين. جميل جدا. دكاترة لكل شيء نهاية. والبايريميدين بعد ما بتأدي دورها في الحياة لازم يحصل لها كاتابوليزم تتكسر. وأول خطوة في الكاتابوليزم اللي فيه أمينو جروب أشيلها. اللي فيه أمينو جروب أشيلها. وريموفال أوف ذا أمينو جروب ده اسمه دي أمينيشن. ريموفال أوف ذا أمينو جروب اسمه إيه؟ دي أمينيشن. ودايماً لما بشيل الأمينو جروب سواء كان بيورين أو بايريميدين بحط مكان الأمينو جروب دبل بندق. لما بشيل الامينو جروب بحط مكان الامينو جروب ايه؟ دبل بندق. وبناء على ما تقدم لو قلت دي امينيشن اوف سايتوزين جيبز نقط تبقى يا دكاتره اللي فيه امينو جروب هو سايتوزين. ولو هعمل دي امينيشن للسايتوزين بشيل امينو جروب دايما احط دبل بندق. فلو شلت الامينو جروب دي من السايتوزين وحطيت مكانها الدبل بندق سيصبح رصيد. ده اهم سؤال ام سي كيو في الدي ان او كله، يقول لك دي امينيشن اوف سايتوزين جيبز، تختار يوراسيل. لان دايما لما بعمل دي امينيشن بشيل الامينو جروب واحط مكانها الدبل بندق فسيتحول السايتوزين الى يوراسيل. طب لو قلت لك برضه في ام سي كيو ميثايليشن اوف يوراسيل جيبز نقط سايمين، يبقى لو عملت ميثايليشن للوراسيل هيديني سايمين، ولو عملت دي امينيشن للسيتوزين هيديني يوراسيل. فهمنا يا جماعه؟ يبقى دول اسمهم ميجور بايريميدين. يوراسيل بالار ده في الار ان اي، سايمين بالدي ده في الدي ان اي، سيتوزين بالسي ان بوث دي ان اي ار ان اي، ودول موجودين دي ان اي ار ان اي، عشان كده اسمهم ميجور. الماينور مين هما ثلاثة؟ قول معايا تاني، أول واحد اسمه إيه؟ داي هايدروجين، والتاني فايف نيسايل سايتوزين، والتالت
5 هيدروكسيميثايوسالتين، ده سؤال انيوريت من الامتحان. لازم تعرف التو او الثري انيبيز دول، اول انيبي مين هو؟ الامينو بوليمرين سايتوزين، ده اللي فيه امينو. لازم تعرف دي امينيشن اوف سايتوزين جيبس يوراسيل. طب ميثايليشن اوف يوراسيل جيبس، عشان كده الثايمين اسمه 5-ميثايل يوراسيل. لازم كمان تعرف البيريميدين اسمه بيريميدين، عشان فيه رينج اسمه ايه؟ بيريميدين رينج، ودي رينج واحدة بس، دي رينج واحدة بس. لما ناخد البيورينز دلوقتي هتعرف ان البيورينز عبارة عن 2 فيولد رينج. يبقى مين اكبر في الحجم، بيريميدين ولا بيورين؟ يبقى لما ناخد البيورين هتلاقي البيورين اكبر في الحجم. لازم تعرف المعلومة دي، البيريميدين دي بيزس صغيرة مكونة من رينج واحدة، لكن البيورينز دي بيزس كبيرة مكونة من 2 فيولد رينج زي ما درس حضرتك. يبقى ده اول نوع من النيتروجينس بيزس سميناه مع بعض بايريميدين بيزس. ننتقل بقى الى النوع الاخر يسمى بيورين بيزس. يلا يا جماعه مع بعض، بيورين بيزس. في البداية يقول لك ليه اسمهم بيورين بيزس؟ عشان بيحتووا على رينج تسمى بيورين رينج. البيورين رينج عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن 2 فيوز رينج، عبارة عن 2 فيوز رينج، يعني 2 رينج شابكين مع بعض. واحدة أنت عارفها اسمها بايريميدين، ودي كام أتوم؟ 6. كام نيتروجين؟ 2. فلو هرسم البايريميدين رينج هرسمها كده اهو، عباره عن 6 اتومز و2 نيتروجين، شابك كمان فيها رينج اسمها اميدادول. اميدادول دي كام اتوم؟ 5. وكام نيتروجين؟ 2. يبقى هاتهم في البايريميدين رينج، رينج فيها 5 اتومز و2 نيتروجين اهو، الرينج دي اسمها اميدادول. بص معايا، ادي الرينج الكبيرة اللي فيها 6 اتومز و2 نيتروجين تسمى بايريميدين، وجنبها الرينج الصغيرة اللي فيها 5 اتومز و2 نيتروجين اسمها اميدازول. الاثنين شابكين مع بعض ومديني رينج اكبر واكبر تسمى بيورين رينج. يبقى مين اكبر في الحجم بقى، البيورين بيزس ولا البايريميدين؟ البيورين، عشان البيورين عندهم نفس الرينج اللي اسمها بايريميدين مضافا اليها رينج ثانيه اسمها الميدازول. طب دي مشكله بقى، انا لو حبيت ارقم هنا ارقم ازاي؟ الموضوع بقى اصعب قوي. قال لك لا، ارجع لقواعد الاورجانيك كيمستري. قواعد الكيمستري بتقول لو عندي تو رينجز، واحده كبيره وواحده صغيره، ابدا من الكبيره ولا من الصغيره؟ من الكبيره. يبقى هبدا من الرينج دي. قواعد الكيمستري بتقول لو عندك رينج فيها كربون وفيها نيتروجين، ابدا من الكربون ولا من النيتروجين؟ من النيتروجين. بصيت لقيت عندي 2 نيتروجين. قواعد الكيمستري بتقول لو عندك 2 نيتروجين في الرينج الكبيره وجنبها كمان رينج صغيره، ابدا بالنيتروجين البعيد عن الرينج، البعيد عن الرينج الثاني. يعني هبدا من دي ولا دي؟ مين ابعد؟ دي ابعد. يبقى هبدا من دي، دي رقم واحد. طب همشي كده ولا كده؟ تمشي في اقرب طريق للنيتروجين الثاني. ايه اقرب طريق؟ ده ولا ده؟ ده. يعني امشي كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ انتي كلوكوايز. فدي رقم واحد، دي رقم اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، خلصت اول رينج. ادخل على الثانيه، سبعه، ثمانيه، تسعه. كمان مره يا جماعه. انا عندي تو فيوز رينج مع بعض. واحده 6 اتومز واثنين نيتروجين اسمها بايريميدين، والثانية 5 اتوم و2 نيتروجين اسمها اميدازول. عايز ارقم، انا مش بقتنع بقواعد كيمستري. القواعد بتقول لو عندك 2 فيوزد رينج هبدا باي رينج، ابدا بالكبيرة. الكبيرة ايه؟ اسمها بايريميدين، هبدا بيها. طب الرينج دي فيها كربون ونيتروجين، هبدا بمين؟ باللي مش كربون، يعني النيتروجين. يعني هبدا بدي او دي المفروض.
طب اختار اي واحده فيهم؟ يقول لك ابدا بالبعيده عن الاذرنج. مين ابعد؟ دي لازقه فيها اهي، لكن دي ابعد، يبقى ابدا من دي. طب همشي ازاي؟ امشي في اقصر طريق يوصلك للسكند نيتروجين، ده اقصر طريق. يبقى مشيت 1 2 3 4 5 6 يعني خلصت اورين، ادي 7 8 9. انا كده في الترقيم مشيت كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ انتي كلوكوايز. يبقى انا برقم البايريميدين مشيت كلوكوايز، لكن وانا برقم البيورين مشيت انتي كلوكوايز. والتو فيوز زي دول اسمهم بيورين رينج، ولو البيورين رينج موجوده في اي نيتروجينس بيز، النيتروجينس بيز هسميه بيورين بيز. طب عندك كام نوع من البيورين بيز؟ اربع انواع من البيورين بيز. في نوع اسمه ميجور بيورين، ونوع اسمه اوكسي بيورين، ونوع اسمه ماينور بيورين، ونوع اسمه ميثيليتد بيورين. اربع انواع قول معايا، في ميجور بيورين واوكسي بيورين وماينور بيورين وميثيليتد بيورين. مره كمان اربع انواع، ميجور بيورين واوكسي بيورين وماينور بيورين وميثيليتد بيورين. نبدا يلا مع بعض باول نوع من البيورين اسمه ميجور بيورين. بالمناسبه هو ليه اسمه ميجور؟ موجود دي ان ايه وار ان ايه، وعندي نوعين بس من الميجور بيورين. اول واحد اسمه ادينين، والثاني اسمه جوانين. يبقى عندي اثنين ميجور بيورين، واحد اسمه ادينين والتاني اسمه جوانين. طب دول موجودين دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ قال لك دول ريحوا الدنيا، موجودين في الدي ان ايه وفي الار ان ايه. يبقى الادينين والجوانين موجودين دي ان ايه وكمان ار ان ايه. طب ما نشوف الاستراكشر. يقول لك الادينين الاستراكشر حفظ، الاستراكشر حفظ، تحفظ الاسم مش مهم الفورمال، تحفظ الاسم. قال لك الادينين اسمه 6 امينو بيورين. اسمه يا جماعه 6 امينو بيورين، يعني عباره عن الرينج اللي اسمها بيورين رينج. ودي كام فيوزد رينج؟ اسمع، كام فيوزد رينج؟ واحده كبيره اسمها بايريميدين، واحده صغيره اسمها الاثنين مع بعض اسمهم بيورين. يقول لك في رقم 6 بشبك امينو جروب، اهو في رقم 6 بشبك امينو جروب، وبالشكل ده يا جماعه بقى عندي الادينين 6 امينو بيورين، 6 امينو بيورين ده الادينين. طيب بالنسبه للجوانين عايز ارسمها عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن 2 امينو 6 اوكسي بيورين. طب ما نرسم، هي بيورين بيز يبقى فيها رينج اللي اسمها بيورين رينج. كام فيوزد رينج؟ 2. الكبيره اسمها بايريميدين والصغيره اسمها اميدازول. احط في رقم 2 امينو جروب ادي ان اتش 2، واحط في رقم 6 دبل بوندو. احط في رقم 2 امينو جروب وفي رقم 6 دبل بوندو، وبالشكل ده بقى عندي 2 امينو 6 اوكسي بيورين او بسميه جوانين. يبقى كمان مره دكاتره بتكلم عن النوع الثاني من النيتروجينس بيزس اللي بسميه بيورين بيزس. اسمهم ليه بيورينز؟ عشان فيهم رينج اسمها بيورين رينج. ودي عباره عن كام فيوز رينج؟ 2. واحده اسمها بايريميدين، شبكه في واحده اسمها اميدازول، الاثنين مع بعض اسمهم بيورين. عندي اربع انواع من البيورين بيزس، او النوع اسمه ميجور، والثاني اوكسي، والثالث ماينور، والرابع ميثيليتد. بتكلم عن اول نوع اللي اسمه ميجور. اسمه ميجور ليه؟ دي ان ايه وار ان ايه. كام واحد ميجور بيورين؟ 2. الادينين والجوانين دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ موجودين بول دي ان ايه وار ان ايه. الكيمستري الادينين 6 امينو جروب، يعني في رقم 6 امينو جروب. الجوانين 2 امينو 6 اوكسي جروب، يعني في رقم 2 امينو جروب وفي رقم 6 دبل بوندو. وده اول نوع من البيورين سميناه مع بعض ميجور بيورين. ننتقل إلى النوع الآخر
من البيورينز وده اسمه اوكسيبيورين. يبقى هذا النوع دكاترة من البيورين بسميه اوكسيبيورين، اسمه اوكسي لانه اوكسي جينيتد، اسمه اوكسي لانه ايه؟ اوكسي جينيتد، يحتوي على اكسجين، يحتوي على دبل بندور، يا اما واحدة يا اما اتنين يا اما تلاتة. لو في واحدة اكسجين يبقى اسمه هايبوزانسن، والاسم ده قديم عارفينه هايبوزانسن، ولو اتنين يبقى زانسن، ولو ثلاثة يوريك أسد، يبقى هايبوزانسن وزانسن ويوريك أسد. فلو قالك النيومريت الأوكسيبيورين ثلاثة أسمع صوتكم هايبوزانسن وزانسن ويوريك أسد، كمان مرة من أوكسيبيورين هايبوزانسن وزانسن ويوريك أسد، مرة كمان هايبوزانسن وزانسن ويوريك أسد. طب نشوف الكيمستري، يقول لك الهايبوزانسن في كام واحدة أكسجين؟ واحدة بس في رقم ستة، في واحدة أكسجين في رقم ستة. أروح راسم يا دكاترة البيورين ريت، اتنين بيودرين باريميدين وكمان إميدادول، وأحط طاب البوند يا دكاترة في رقم ستة بالشكل ده يبقى اسمه هايبوزانسن. طب الزانسن؟ قال لك البيورين رينج هي ايه؟ ايه بس هحط دبل بوند او في رقم اتنين وكمان دبل بوند او في رقم ستة. طب اليوريك اسيد برضو ايه؟ البيورين رينج ايه؟ بس هحط دبل بوند او في اتنين ودبل بوند او في ستة وكمان دبل بوند او في تمانية، يبقى الهايبوزانسن في بس دبل بوند او في ستة، الزانسن دبل بوند او في اتنين وفي ستة، اليوريك اسيد دبل بوند او في اتنين وفي ستة وفي تمانية واسمه يوريك اسيد. سؤال، هل الهايبوزانسن والزانسن واليوريك اسيد انتر ان ذا ستراكشر اوف دي ان ايه؟ لا. يبقى الاوكسيبيورين لا موجودين دي ان ايه ولا ار ان ايه. امال وظيفتهم ايه بقى؟ قال لك دول فورمد دورينج سينثيسيس اور كاتابوليزم اوف يورينز، يعني وانا بصنع البيورين اللي هم الادينين والجوانين بلاقيهم يتصنعوا في السكه، وانا بكسر البيورين اللي هم الادينين والجوانين بلاقيهم يتصنعوا معايا في السكه، يبقى هم فورمين دورينج سينثيسيس اور كاتابوليزم اوفري. لازم كمان تعرف ان الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف بيورين هو اليوريك اسيد، يعني البيورين سواء كان ادينين او جوانين لما بكسرهم بيديني ايه؟ يوريك اسيد، ويا مؤمن اسمه يوريك 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 اسيد، يعني مصيره ينزل فين؟ يورين. ده مصيره ايه؟ ينزل في يورين. النورمال ليفل بتاع اليوريك اسيد في الدم دي حفظ من 3 ل 7 مللي جرام بير ديسيليتر، النورمال ليفل من 3 ل 7 مللي جرام بير ديسيليتر، ولو زاد اليوريك اسيد عن 7 ده مرض سميناه مع بعض ايه؟ جاود، او ليه اسم تاني هايبر يوريسيميا. يبقى لو زاد اليوريك اسيد في الدم عن 7 ده مرض اسمه جاود او هايبر يوريسيميا، وده كنت بعالجه بدواء اسمه ايه؟ الالبرينول، او اللي اسمه زايلوريك اسيد. وقلنا الجاود اسمه نقرس او اسمه داي الملوك، وده بيجي في الناس اللي بياكلوا لحمه كتير. ليه بقى؟ يقول لك اصل اللحمه مكونه من خلايا، واصل الخليه فيها نيوكليس، وجوه النيوكليس دي ان ايه، وجوه الدي ان ايه بيورينز ادينين وجوانين. فلما اكل لحمه فيها خلايا فيها نيوكليس فيها دي ان ايه يبقى انا اكلت بيورين، ولما بكسر البيورين يطلع يوريك اسيد، ولما يزيد اليوريك اسيد يترسب في المفاصل ويعمل يا جماعه ويعمل جو. مره كمان، انا عندي تاني نوع من البيورينز يسمى اوكسيبيورين، كام واحد؟ 3. اسمع صوتكم اسمهم ايه؟ هايبوزانسن وزانسن ويوريك اسيد.
الهايبوزانسين فيه دبل بندق رقم 6. طب الزانسين 2 و6. طب اليوريك اسيد 2 و6 و8. دول داخلين دي ايه؟ ار ان ايه؟ دول فورمد دورينج سينثيسيس اور كاتابوليز اوبرين. لمن يفهم؟ لو قلت دي امينيشن اوف ادينين جيفز نقط، ودي امينيشن اوف جوانين جيفز نقط، دي امينيشن اوف ادينين جيفز هايبوزانسين، ودي امينيشن اوف جوانين زانسين. مش قال لك لما بعمل دي امينيشن لاي بيز في الدنيا بشيل اماين جروب واحط دبل بندق ادي ادينين في رقم 6 اماين جروب؟ لو عملت دي امينيشن هشيل الامين جروب واحط مكانها دبل بندق فهتحول الادينين الى هايبوزانسين. ولو جوانين اللي فيه امين جروب في رقم 2 ودبل بندق في رقم 6 عملت له دي امينيشن وشلت امين جروب وحطيت مكانها دبل بندق سيتحول الجوانين الى زانسين. وسواء هايبوزانسين او زانسين بنزين اسمه زانسين اوكسيز يتحول لمين؟ يوريك اسيد. واليوريك اسيد ينزل فين؟ في اليورين. اذا الهايبوزانسين والزانسين واليوريك اسيد دول فورمد يورين كاتابوليز اوف يورين. اهو وانا بعمل كاتابوليز من الادينين يدي هايبوزانسين، وانا بعمل كاتابوليز للجوانين يدي زانسين. وسواء الهايبوزانسين او الزانسين هيتحول في النهايه الى يوريك اسيد، واليوريك اسيد مصيره ينزل في اليورين. وبالتالي لو قال لي الاند برودكت اوف كاتابوليز اوف يوريك ايه؟ يوريك اسيد. النورمال ليفل كام؟ 3 ل7 ملي جرام بير ديسيليتر. ولو زاد في الدم مرض اسمه ايه؟ جاوت او هايبر يوريسيميا. وده قلنا بعالجه عن طريق دواء اسمه اللوبيورينول. ماشي. لا يا باشا، البقوليات برضو ممنوعه في عين الجو. لو حد خجل بقوليات فول او عدس او حاجه برضو فيها خلايا فيها بيورين برضو، فبقى عنه اللحمه الحمراء والبقوليات. طيب جميل، ده النوع الثاني اللي اسمه اوكسيدورين. نيجي بقى دكاتره للنوع الثالث، والنوع الثالث يسمى ماينور بيورين. والماينور اسمهم ليه ماينور؟ لا موجودين، لا دي ان ايه ولا ار ايه. زي مين يا ترى ماينور بيورين؟ احفظ معايا ده سؤال نمبر ايه. يقول لك واحد اسمه ان 6 ميثايل ادينين. واحد اسمه بقى غريب قوي يقول لك ان 6 ان 6 داي ميثايل ادينين. واحد اسمه ان 7 ميثايل جوانين. يبقى الماينور بيورين 3 ان 6 ميثايل ادينين، وان 6 ان 6 داي ميثايل ادينين، وان 7 ميثايل جوانين. ايه الكلام ده بقى؟ بص معايا، ده الادينين ودي رقم 6، وفي رقم 6 في الادينين شابك امينو جروب ان اتش 2. لو شلت من ان اتش 2 اتش وحطيت مكانها ميثايل جروب، ده بقى ادينين بس شابك فيه ميثايل جروب، يعني ميثايل ادينين. انا عايز اقول لك فين مكان الميثايل جروب؟ شابكه فين؟ في ان 6. يبقى اسمه ايه؟ ان 6 ميثايل ادينين. طب ممكن اشيل الاتش الثانيه من ان اتش واحط كمان ميثايل جروب، يبقى ده اسمه ادينين ولا داي ميثايل ادينين؟ داي ميثايل ادينين. بس عايز اقول لك فين مكان الميثايل؟ اول ميثايل شابكه فين؟ في ان 6. طب تاني ميثايل شبكه فين؟ برضه في ان 6. يبقى اسمه ان 6 وان 6 داي ميثايل ادينين. طب تالت واحد اسمه ان 7 ميثايل جوانين. ادي الجوانين وادي ان 7. قال لك والله انا ممكن هنا اشيل الدبل بوند واشبك فيه الان ميثايل جروب، يبقى اسمه ان 7 ميثايل جوانين. يبقى مين هما الماينور بيورينز؟ اسمع صوتكم. ثلاثة، أول واحد ان 6 ميثايل ادينين، وان 6 ان 6 داي ميثايل ادينين، وان 7 ميثايل. دول موجودين دي ان ايه؟ ار ان ايه؟
لا دول اسمه ماينور يورين ولا موجودين دي ان ايه ولا ار ان ايه. رابع نوع دكاتره من البيورينز بسميه ميثيليتد بيورينز. اسمه ايه دكاتره؟ ميثيليتد بيورينز، يعني شابك فيهم ميثال جروب. زي مين يا دكاتره الميثيليتد بيورينز؟ بص معايا، اول واحد اسمه كافاين، وده من اسمه موجود في الكوفي، وواحد اسمه ثيوفيلين. ثيوفيلين بالتي يبقى موجود في التي، وكمان ثيوبرومين، والثيوبرومين موجود في الكوكو، والكوكو اللي هو الكاكاو. يبقى الكافيين موجود في الكوفي، والثيوفيلين بالتي يبقى موجود في التي، والثيوبرومين موجود في الكوكو اللي هو ايه الكاكاو. يا دكاترة بالذمة بالذمة، ينفع دول يبقوا موجودين دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ لا دي ان ايه ولا ار ان ايه. امال شغلتهم ايه يا ترى؟ قال لك شغلتهم ان هم سي ان اس استيمولانت. شغلتهم يا جماعه ايه؟ سي ان اس استيمولانت. يعني سيادتك تروح البيت وعايز تذاكر درس البايو، تلاقي نفسك مش مركز، عايز تركز كوبايه قهوه في الصميم تعدل لك الدماغ. سي ان اس استيمولانت. تضرب الكوبايه من هنا تلاقي نفسك عايز تروح الحمام من هنا. قصدهم شغالين دايوريتكس برضو. يعني ايه الدايوريتكس؟ مدرات للبول، بتزود البوليوم فيرجن. يبقى هما شغالين سي ان اس ستيمولانت وكمان دايوريتكس، يعني مدرات للبول. يقول لك كمان الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين دول الاند برودكت بتاعهم نواتج تكسيرهم نوت يوريك اسيد. يعني لما بيتكسروا في الجسم مش بيطلعوا يوريك اسيد. يبقى هما كده كونترا انديكيتد ولا نوت كونترا انديكيتد ان كيسز اوف جاوت. ركز معايا، كلمه انديكيتد يعني اديهم كلام، اديهم كلام. اما كلمه كونترا انديكيتد ما ينفعش اديهم، ممنوعين. طب هما مش بيطلعوا يوريك اسيد، يبقى كونترا انديكيتد ولا نوت كونترا انديكيتد ان كيس اوف جاوت؟ نوت كونترا انديكيتد. وهم مش بيكسروا اليوريك اسيد، مش بيطلعوا في الجسم يوريك اسيد. فلو عندي عيان عنده جاوت يشربهم زي ما هو عايز، ما هم مش هيزودوا اليوريك اسيد في الدم. بمعنى ايه؟ لو سيادتك ليك جد وجدتك عنده النقص وقال لك انا رحت للدكتور والدكتور قال انت عندك النقص فممنوع عليك تاكل لحمه او فراخ او سمك او بقوليات وكمان ولا تشرب لا شاي ولا قهوه ولا كاكاو ولا كولا، ده بيفهم؟ ده بيفهم. يبقى مين؟ يبقى مين ما يفهمش حاجه طبعا. هو كده هيعرف يعيش؟ هو هياكل ايه تاني؟ هو هيخلص كل حاجه؟ لا طبعا. الشاي والقهوه والكاكاو وجميع هذه المنبهات مش ممنوعه في عيال الناقص. ليه؟ لان المنبهات دي لما بتتكسر في الجسم مش بتدي يوريك اسيد، وبالتالي مش هتزود اليوريك اسيد بالدم، فممكن يستهلكهم بامان من غير ما يضروا. مره كمان يا دكاتره، مره كمان يا دكاتره، رابع نوع من البيورينز اسمه ميثيليتد بيورين. والميثيليتد بيورينز ثلاثه، اسمع صوتكم، كافيين فين؟ في الكوفي. ثيوفيلين بالتي، في التي. والثيوبرومين في الكوكو او الكاكاو. هل دول موجودين دي ان ايه؟ ار ان ايه؟ شغلتهم ايه؟ سي ان اس استيمولانت وكمان دايوريتكس. طب الاند برودكت في الجسم يوريك اسيد ولا نوت يوريك اسيد؟ يبقى كونترا ولا نوت كونترا انديكيتد؟ يبقى نوت كونترا انديكيتد ان كيسز اوف جاوت. يا دكاتره يا دكاتره، انا النهارده بتكلم عن اول حصه في اهم شابتر اللي اسمه دي ان ايه، وبقول ان الدي ان ايه او الار ان ايه الاستراكشرال يونت بتاعته تسمى يا لهوي تسمى ايه؟ نيوكليوتايد. والنيوكليوتايد دي جنب النيوكليوتايد دي جنب النيوكليوتايد تديني المركب الكبير اللي اسمه نيوكليك اسيد، وبالتالي اي نيوكليك اسيد از فورمد اوف بولي نيوكليوتايد. واي نيوكليوتايد في الدنيا ثلاث حاجات شابكين مع بعض، اسمع صوتي، اول حاجه نيوكليوتايد
مع بنتوز مع ولو شبت نيتروجين اسبيز مع بنتوز بس يبقى اسمها ولو شبت بنيوكليوزايد فوسفيت يبقى اسمها الفوسفيت وعارفوا H3PO4 P double bond O O H O H O H والبنتوز وعارفوا ريبوز بالار وديوكس ريبوز بالدي لكن اللي مش عارفه هو النيتروجين اسبيز. طب عايز اعرف النيتروجين اسبيز لقيته ايه؟ نوع صغير اسمه بايريميدين ونوع كبير اسمه بيورين. بدرس البايريميدين بيز اسمهم ليه بايريميدين؟ عشان فيهم ليه اسمها بايريميدين. كم اتوم؟ 6. كم نيتروجين؟ وعندي نوعين من البايريميدين، نوع اسمه ميجور بايريميدين ونوع اسمه ماير. الميجور اسمه ميجور ليه؟ موجود دي ان ايه او ار ان ايه. والماينور اسمه ماينور ليه؟ لا دي ان ايه ولا ار ان ايه. الميجور بايريميدين ثلاثة، أسمع صوت يوراسيل بالآر آر إن إيه، سايمين بالتي وسايتوزين بالسي أو سي إن إيه وآر إن إيه. الماينور بايريميدين أسمع صوت ثلاثة، داي هيدرو وفايف ميسايل وفايف هيدروكسي ميسايل. يا رب اللي ما يقول يسقط. ثلاث أنواع ماينور بايريميدين، أول واحد هيدروكسي والتاني هيدروكسي ميسايل سايتوزين والتالت هيدروكسي ميسايل سايتوزين. كفاءة يا جماعة. النوع الثاني من النيتروجينس بيزيس اسمه بيورين. بس قبل ما نروح البيورين، الدي امينيشن اوف سايتوزين جيبس والميثايليشن اوف يوراسيل جيبس. ومين هو الامينو بايريدين؟ نروح البيورين. البيورين اسمهم بيورين ليه؟ عشان فيهم رينج اسمها بيورين. كام فيوز رينج؟ الكبيره اسمها والصغيره اسمها. الاثنين مع بعض اسمهم. عندي كام نوع بيورين؟ عد معايا يا ابني. اول نوع ميجر والتاني اوكسي والتالت والرابع ميثيليتد. اول نوع دكاتره ميجر بيورين، واحد اسمه والتاني اسمه. الفرق في الاستراكشر، في رقم 6 امينو جروب يبقى اسمه ادينين، ده في رقم 2 امينو وفي رقم 6 دبل بوند يبقى اسمه جوانين. والاثنين دول دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ دي ان ايه وار ان ايه. النوع الثاني اسمه اوكسيبيورين. كام واحد اوكسيبيورين؟ ثلاثه. اسمع صوت اسمه مين؟ اسمهم اوكسي عشان فيهم لو واحدة اوكسجين، اثنين اوكسجين، ثلاثة اوكسجين. يا دكاترة دول داخلين دي ان ايه؟ ار ان ايه؟ دول فورم دورين سينثيسيس اور كاتابوليزم اوف. لو عملت دي امينيشن للادينين يدي هايبوزنسن. لو عملت دي امينيشن للجوانين يدي والهايبوزنسن او الزنسن بينزيم اسمه زنسن اوكسيز يدي. واسمه يا مؤمن يوريك يبقى مصيره ينزل في اليوريك. فلو قال لك الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف يورين از يوريك اسيد. النورمال ليفل في الدم كام؟ 3 7 ملي جرام بير. ولو زاد في الدم مرض اسمه او هايبر ريسبشن يتعالج بدواء اسمه ايه؟ اللوبيرون. النوع الثالث من البيورين اسمه ماينور بيورين، وعندي ثلاثه اسمهم ماينور بيورين. يا رب اللي يقول يجيب امتياز. مين هم الماينور بيورين؟ ان 6 سايلنت ادرين وان 6 ان 6 سايلنت ادرين وان 7 سايلنت. دول موجودين دي ايه؟ ار ان ايه؟ الميثيليتد بيورين رابع نوع ثلاثة، كافيين موجود وثيوبيلين بي تي وثيوبرومين كوكو او الكاكاو. طيب دول داخلين دي ان ايه؟ ار ان ايه؟ شغلتهم ايه؟ وكمان الاند برودكت يوريك اسيد نوت كونترا ولا نوت كونترا؟ كونترا اندكيتد ان كيسز اوف جاوت. جميل جدا. نعم؟ لا طبعا انا مش بستخدمهم كده ليه؟ ده سايد افكت ليهم. هو استخدامهم سي ان اس ستيبل بس عشان اخدهم وافوق غصب عني بطل. ايوه يعني ما فهمش.
لا الشجرة فيها. طب الشجرة بتكسر ازاي؟ الشجرة نفسها ايه؟ ماشي بس انا مش باكل الشجرة. انا باكل الورق. باكل الورق، الورق ده فيه كلوروفيل. في بقى ان بي عايزين نعرفها كويس قوي. الان بي دي اسمها توتوماريزم، مش تاتو، مش تاتو، تاوتو، توتوماريزم، توتوماريزم. في التوتوماريزم يقول لك انا عندي انواع من الايزومريزم بلاقيها موجوده في النيتروجين سبيس. فمثلا انا ممكن النيتروجين سبيس الاقيه موجود في الكيتو فورم، او ممكن الاقيه موجود في الايلون فورم، او ممكن النيتروجين سبيس الاقيه موجود في الامينو فورم، او الاقيه موجود في الايمينو فورم. ايه الموضوع ده بقى؟ ايه كيتو وايلون وامينو وايمينو؟ نشوف مع بعض. زي مثلا هرسم اليوراسيل ده بيورين ولا بايرمدين؟ بعد ده كله مش عارفين اليوراسيل، اليوراسيل بيورين ولا بايرمدين؟ بايرمدين. يعني في رينج اسمها كام اتوم؟ كام نيتروجين؟ ايوه كده، مش غير الحمراء ده يا جماعه اللي اسمه يوراسيل. عشان يبقى يوراسيل بحط دبل بوند في رقم 2، وكمان بحط دبل بوند او في رقم 4، يبقى كده اسمه يوراسيل. وعشان في كيتون جروب اسمه كيتو فور. قال لك ممكن الاقي هذا اليوراسيل موجود في صوره اخرى. ازاي؟ بص معايا، ممكن الاتش دي تروح على الاو، ممكن الاتش تروح على الاو، فالشكل يبقى كده. دي البايريميدين رينج زي ما هي، دي كانت او جالها اتش بقت او اتش، وهنا بدل الدبل بوند مع الاو بقى هنا الدبل بوند. النيتروجين الفلات بتاعها 3 كانت عامله بوند وبوند اتش، بس الاتش لما راح على الاو بقى النيتروجين عامله دبل بوند. ده برضه يا جماعه اسمه يوراسيل، بس يوراسيل فيه او اتش فبسميه اينول فورم. ليه بسميه اينول؟ اولا بقى فيه دبل بوند، وكلمه دبل بوند يعني اين، صح؟ الكان والكين، فدبل بوند يعني اين، فبيبقى مونو اينول وبولي اينول، فاين يعني دبل بوند. وعندي او اتش، والاو اتش دي الكول جروب، والكول يعني اول، فعندي دبل بوند اين وعندي الكول اول، فاسمه اينول فورم. ده يوراسيل وده يوراسيل، بس ده ايزومر لده، ده ايزومر لده. ايه نوع الايزومريزم؟ الايزومريزم هنا اسمه توتوماريزم. الايزومريزم اسمه يا جماعه توتوماريزم. فاليوراسيل ده توتومر لهذا اليوراسيل، توتومر لهذا الوسيل، وهنا نوع الايزومريزم توتوماريزم، وده نوع كيتو فور اينول فور. طب تين بقول انا هنا عندي يوراسيل بايريميدين رينج دبل بوندو في 2 دبل بوندو في 4، بس عشان ايه الوسيل ده في كيتون جروب في رقم 4 اسمه يوراسيل كيتو فور. بقول ممكن اتش من النيتروجين دي تروح على الاو، لما اتش تروح على الاو بقت او اتش. طب كده لان عامله 2 بوند بس، اروح عامل دبل بوند. ده ايه ده؟ ده برضه يوراسيل، بس يوراسيل اسمه اينول فور. ليه اسمه اينول؟ في دبل بوند يعني ايه؟ وفي الكول يعني اول، فاسمه ايه؟ اينول فور. ده يوراسيل وده برضه يوراسيل، بس الاثنين ايزومرز لبعض. نوع الايزومريزم اللي بيحصل في النيتروجين سبيس هنا بسميه توتوماريزم، فده اسميه ايزومر لده، او اسميه توتومر لي، توتومر عشان نوع الايزومريزم اسمه توتومر. طيب بص على نوع تاني، امينو فورم وامينو فورم. ايه امينو وامينو ده بقى؟ بص معايا، فاكر الادنين؟ الادنين ده بيورين ولا بايرمدين؟ بيورين. الادنين بيورين ولا بايرمدين؟ بيورين. يعني في رينج اسمها بيورين رينج، كام فيوز رينج؟ اول واحده اسمها والثانيه اسمها اهو، هروح راسم البيورين رينج اهي.
وعشان يبقى بيورين احط في رقم 6 ايه؟ امينو جروب يعني NH2 بالشكل ده. ده اسمه ادينين. في رقم 6 شابك امينو جروب، عشان كده اسمه ادينين امينو فور. ادينين امينو فور وشابك جنبه ان وعبر دبل بوند. يقول لك ممكن اتش، بص معايا الجول، ممكن اتش تنتقل من ان اتش2 للان، فيبقى الشكل ازاي؟ الشكل هيبقى كده اهو، دي البيورينج بتاعتي، وهنا بقى فيه ان اتش وهنا بقى فيه ان اتش، بس هنا لازم اعمل دبل بوند عشان النيتروجين الفالنس بتاعها 3، فلازم اعمل دبل بوند. الشكل ده برضه يا جماعه اسمه ادينين، ده برضه ادينين، بس ادينين في ان اتش جروب، والان اتش دي اسمها امينو ولا امينو؟ امينو. فده ادينين بس امينو فور. طب ايه الفرق ما بين الادينين ده والادينين ده؟ ده ايزومرزم. ايه نوع الايزومرزم؟ تاوتومرزم. فالاثنين تاوتومرز لبعض. الكلام ده مش عايزه؟ اللي عايزك تعرفه ان تعرف ان في نوع من الايزومرزم بيحصل في النيتروجينس بيزز، هذا الايزومرزم يسمى تاوتومرزم، وفي منه نوعين كيتو فورم اينو فورم وامينو فورم ايمينو فورم. بس لو كنت قلت الاسمين دول وخلاص كنت تقول لي يعني ايه كيتو ويعني ايه اينو ويعني ايه امينو ويعني ايه ايمينو فشرحته، لكن بس تعرف المبدا مش مهم التفاصيل. في نوع من الايزومرزم موجود في النيتروجينس بيزز اسمه تاوتومرزم. ايه هو التاوتومرزم؟ ممكن البيز يبقى موجود في صورتين، كيتو او اينو او امينو او ايمينو. هذا اللي عايزك تعرفه يا دكاتره. احنا بدانا الحصه وقلنا النيوكليوتيد عباره عن ثلاث حاجات شابكين مع بعض، هما ايه؟ نيتروجينس بيز وكمان بنتوز وكمان فوسفيت. شبكت نيتروجينس بيز مع بنتوز مع فوسفيت عملت نيوكليوتيد. السؤال بقى ازاي؟ ازاي نيتروجينس بيز تشبك مع البنتوز تشبك مع الفوسفيت؟ يعني ايه الاتاشمنت اللي بيحصل ما بين النيتروجينس بيز والبنتوز والفوسفيت؟ يلا نشوف ازاي بشبك الثلاثة مع بعض. يلا الاتاشمنت ما بين النيتروجينس بيز والبنتوز والفوسفيت. يقول لك والله لو حبيت في البداية اعمل نيوكليوزايد، ركز معايا. يا نيوكليوزايد ايه شابك في ايه؟ نيتروجينس بيز جمع بنتوز. اشبكهم مع بعض ازاي؟ خلي بالك الصمغ اللي بيشبك كل حاجة ببعضها هو البنتوز. البنتوز ده الصمغ اللي بيشبك كل حاجة ببعضها. فعشان اعمل نيوكليوزايد لازم اشبك بنتوز في نيتروجينس بيز. ازاي؟ يقول لك سي 1 في البنتوز تباين مع ان 1 لو البيز بايرني، وتباين مع ان 9 لو البيز بري. كمان مره يلا، سي 1 في البنتوز تشبك في ان 1 لو البيز بايرني، وتشبك في ان 9 لو البيز، وبوم اسمها ان جلايكوسيديك بوم. وبوم اسمها ان جلايكوسيديك بوم. ازاي؟ عايزين نفهم مع بعض. عايز حد فيكم يختار اي بايرميدين؟ اختار اي بايرميدين. اي واحد؟ يوراسيل. يوراسيل؟ ماشي يوراسيل. ما تيجي مع بعض نرسم ايه اليوراسيل؟ ده في رينج اسمها بايرميدين رينج. اهي. ست اتومز واتنين نيتروجين. وبحط دبل بوند او في رقم 2. ودبل بوند او كمان في رقم 4. ودي رقم 1 فيها اتش اهي ان اتش. وارسم كمان الريبوز. الدكاترة لازم تعرف ان الريبوز اللي موجود في جسم لازم يكون موجود في الرينج ستراكشر. لازم يكون موجود في الرينج ستراكشر. والريبوز ده بيعمل رينج، يعمل فيورانوز ولا بايرانوز؟ فيورانوز. فيبقى اسمه رايبو فيورانوز. والرايبو فيورانوز ممكن يكون موجود الفا ولا بيتا. لازم تعرف ان الريبوز اللي موجود في الدي ان ايه لازم يكون بيتا. وبيتا دي يعني اللي هو ايه؟ شوفوها على تحت. اوه الالفا لتحت والبيتا لفوق. فلازم الريبوز يكون بيتا دي.
دي ريبوفيرانو. لازم الريبوز يبقى بيتا دي ريبوفيروس. طب اروح راسم فيورانين والله زمان اهو فيورانين واروح مرقم. انا مش عايز صوت يا وليد، مش عايز صوت خالص. اروح مرقم اللي جوه رينج، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة كانت بره رينج. طيب هو بيتا واتش فوق ولا تحت؟ فوق. والاتش لتحت مش بس متش، وكان رقم اتنين يمين يعني لتحت، تلاتة يمين يعني لتحت، وهو دي فالسي اتش 2 واتش لفوق، ودي رقم خمسة بره الرينج. طب انا عايز اعمل نيوكلوزايد، يعني اشبك البنتوز في النيتروجين سبيس، ازاي؟ يقول لك سي 1 في البنتوز اهي، مع ان 1 لو بايرمدين، ومع ان 9 لو بيورين. اليوراسيل ده بيورين ولا بايرمدين؟ يعني سي 1 تشبك فين؟ في ان 1، ازاي؟ يقول لك سي 1 فيها او اتش، وان 1 فيها اتش، يعني اشيل ميه، اشيل الاتش والاو اتش، يعني شلت الميه وسي 1 تروح شبكه اهو في ان 1. يقول لك لو اي بوند دخل فيها كربوهيدرات البوند دي اسمها جلايكوسيديك. اي بوند دخل فيها كربوهيدرات اسمها ايه؟ جلايكوسيديك. ولو شبكوا مع بعض بالاو يبقى البوند اسمها او جلايكوسيديك بوند، ويعملوا حاجه اسمها او جلايكوزايد. ولو شبكوا مع بعض بالان البوند اسمها ان جلايكوسيديك بوند، ويعملوا حاجه اسمها ان جلايكوزايد. وما شبكوا بالاو ولا بالان يبقى البوند او جلايكوسيديك ولا ان جلايكوسيديك بوند. لو رجعت للان جلايكوزايد هناك خالص في الكربوهيدرات هيبقى اكزامبل عليها جلايكوبروتين 1 نيوكليوتايد. النيوكليوتايد اكزامبل على ان جلايكوزايد. طيب ده لو كان بايرمدين. طب ما تيجي نشوف لو كان بيورين الشكل يبقى ازاي. اختاروا اي بيورين تعجبكم، اي بيورين. جواني ماشي. اروح راسم سيادتك البيورين رينج. اتنين فيوز رينج بايرمدين مع اميدازول. عشان يبقى جوانين في رقم 2 امينو جروب، وفي رقم 6 دبل بوندور، ودي رقم 9 فيها اتش. طب ارسم الريبوز، هيبقى الدايت فورم ولا رينج ستراكشر؟ رينج. الفا ولا بيتا؟ بيتا. لازم الاو اتش اللي فوق ده لازم لازم يتكاثر، البنتوز يبقى بيتا. بيتا يعني في رقم 1 واتش فين؟ لفوق. 2 او اتش لتحت، 3 لتحت، واربعة شابك فيها سي اتش 2 اتش، ودي رقم خمسة خارج الرينج. طب عشان اعمل نيوكليوزايد لازم سي 1 بتاع البنتوز اهي تشبك في ان 1 لو بايرمدين، ان 9 لو بيورين. الجوانين ده بيورين ولا بايرمدين؟ بيورين. يعني سي 1 تشبك في ان 9. سي 1 فيها او اتش وان 9 فيها اتش، اشيل ميه واشبك سي 1 مع ان 9 وكده عملت نيوكليوزايد. البوند دي دخل فيها كربوهيدرات يبقى اسمها جلايكوسيديك بوند، وشبكوا مع بعض بالاو ولا بالان يبقى اسمها ايه؟ ان جلايكوسيديك بوند، وكده انا عملت نيوكليوزايد. سؤال غبي، النيوكليوزايد دي عشان تبقى نيوكليوتايد اضيف فوسفيت، اضيف فين الفوسفيت؟ يقول لك الفوسفيت دايما بضيفها على سي 5 اوف ذا بنتوز. ما انا قلت لك، ما انا قلت لك البنتوز بيشبك كل حاجه في بعضها. الفوسفيت بتشبك لسي 5 اوف ذا بنتوز. وبوند اسمها ايه؟ قال لك البوند اسمها فوسفيت استر بوند. البوند اسمها يا جماعه؟ فوسفيت استر بوند. بص معايا، احنا اتفقنا في اول كلمه في الحصه الفوسفيت اسمها اتش 3 بي او 4، يعني بي دبل بوند او او اتش او اتش او اتش. ادي الفوسفيت وادي سي 5 بتاع البنتوز. الفوسفيت فيها او اتش وسي 5 فيها او اتش، اشيل ميه يعني او اتش من هنا واتش من هنا، يتبقى الاو يشبكوا مع بعض بالاو، وكده شبكت الفوسفيت في سي 5 وعملت النيوكليوتايد. عايز اسمي البوم. البوم دي اسميها ازاي؟ قال لك انا حطيت اسيد اسمه فوسفوريك اسيد على الكول سي اتش 2 اتش،
ولما احط اسيد على الكول البوند يبقى اسمها استر، وبسمي الاستر باسم الالكول ولا باسم الاسيد؟ الاسيد، والاسيد اسمه فوسفوريك اسيد او فوسفيت، فالبوند اسمها فوسفيت استر. وهنا بقى عندي رصيف شابك في ريبوز، شابك في واحد الفوسفيت، فاسمي ده يوريدين مونوفوسفيت يو ام بي. طيب هنا يا جماعه انا عندي جوانين شابك في ريبوز وعايز اعمل نيوكليوتايد اضيف فوسفيت. الفوسفيت بضيفها فين؟ في زي 5 بتاعت البنتوز، ادي زي 5 بتاعت البنتوز، وادي الفوسفيت بي دبل بوند او او اتش او اتش او اتش. ده الفوسفيت ده زي 5، الفوسفيت فيه او اتش وزي 5 فيها او اتش، اشيل ميه او اتش او اتش ويشبكوا مع بعض ازاي؟ بالاو. وكده حطيت اسيد على الكول، يعني بوند اسمها استر، وبسمي البوند باسم الاسيد، فالبوند اسمها ايه؟ فوسفيت استر بوند. وكده انا عندي جوانين شابك في ريبوز، شابك في واحد فوسفيت، بقى عندي حاجه اسمها جوانوزين مونو فوسفيت جي ام بي. طب ممكن اضيف فوسفيت تاني؟ قال لك اه. لو عايز تضيف فوسفيت تانيه دفعه الاولى، فيبقى عندك جي دي بي جوانوزين داي فوسفيت. طب ممكن اضيف فوسفيت تالت؟ اه دفعه الاولى، فيبقى عندك جي دي بي جوانوزين دراي فوسفيت. هنا كمان يو ام بي لو واحده فوسفيت، واحده فوسفيت كمان تشبك في الاولى يبقى يو دي بي، واحده فوسفيت كمان تشبك في الثانيه يبقى اسمها ايه؟ يو دي بي. هل ينفع تحط فوسفيت رابعه؟ اخرك ثلاثه، اخرك ايه؟ ثلاثه. وكده انا عملت نيوكليوتايد وعملت نيوكليوتايد. مره كمان عشان اعمل نيوكليوتايد اسبع زوجته سي 1 في البنتوز تشبك مع ان 1 لو البيز، لا اسمع ان 1 لو البيز وان 9 لو البيز، بوند اسمها ان جلايكوزين. ولو عايز اعمل نيوكليوتايد اضيف على النيوكليوتايد فوسفيت فين؟ في سي 5 بتاع البنتوز، بوند اسمها فوسفيت استر بوند. عندي مشكله، والكلام اللي بقوله ده هو اهم كلام في الحصه كلها. دلوقتي انا عندي اهو نيوكليوتايد يوراسيل ورايبوز وفوسفيت. لو قلت لك فين سي 4 في هذه النيوكليوتايد؟ سي 4 ما دي كده اسمها سي 4 ودي كده اسمها سي 4، اي 4 فيهم؟ قال لك دي مشكله، عشان افرق ما بين كربونات البيز وكربونات البنتوز، كربونات البنتوز دايما وابدا تاخد ارقام بشرطه، ده واحد برايم، اثنين برايم، ثلاثة برايم، أربعة برايم، خمسة برايم. فلما أقول لك كربون نمبر فور، كربون نمبر فور بتاع البيز، كربون نمبر فور برايم بتاع البنتوز. دائما وابدا كربونات البنتوز تاخد برايم، 1 برايم، 3 برايم، 4 برايم، 5 برايم. فلما اقول 4 بس يبقى بتاع البيز، 4 برايم بتاع البنتوز. دي أول واحدة. الثانية والغاية في الأهمية. يقول لك إيه؟ أنا لو عندي نيوكليوتايد، لو عندي نيوكليوتايد داخل فيها ريبوز، هذه النيوكليوتايد هسميها ريبو نيوكليوتايد. ولو عندي نيوكليوتايد داخل فيها ديوكسي ريبوز، هسميها ديوكسي ريبو نيوكليوتايد. يبقى لو النيوكليوتايد شابك فيها ريبوز يبقى اسمها ايه؟ رايبو نيوكليوتايد. ولو شابك فيها ديوكسي ريبوز، ديوكسي رايبو نيوكليوتايد. طب انا اعرف ازاي دي نيوكليوتايد رايبو نيوكليوتايد ولا ديوكسي رايبو نيوكليوتايد؟ يقول لك بص على رقم 2 برايم، بص على رقم 2 برايم، لو لقيت او اتش ده ريبوز وده يبقى رايبو نيوكليوتايد، واللي مرسوم قدامك ده ار ان ايه. لو بصيت على 2 برايم ولقيت اتش من غير الاو، يبقى ده ايه؟ ديوكسي ريبوز، ودي بقى اسمها ديوكسي ريبو نيوكليوتايد، وده يبقى دي ان ايه. الكلام ده غايه في الاهميه عشان اعرف اللي قدامي، اللي مرسوم قدامي ده ار ان ايه ولا دي ان ايه. ابص على 2 برايم بتاع البنتوز، لقيت او اتش كامله ده ريبو ودي رايبو نيوكليوتايد، واللي مرسوم ده ار ان ايه.
بصيت على تو برايم يا دكاتره لقيت اتش من غير او، يبقى دي ديوكسي رايبو، ودي ديوكسي رايبو نيوكليوتيد، واللي مرسوم قدامي ده دي ان اي. اوعى تنسى كمان مره ارقام البيز من غير برايم، اما ارقام البنتوز برايم. لما اقول لك 4 يبقى دي بتاع البيز، 4 برايم يبقى بتاع البنتوز. اخر حاجه هقولها التسميه، ازاي من اسم البيز احصل على اسم النيوكليوزايد وكمان احصل على اسم النيوكليوزايد. الجدول اللي عندك ده لازم تفهمه كويس. بصوا معايا، انا عندي اهو اسم البيز وعايز منها اجيب اسم النيوكليوزايد وعايز اجيب كمان اسم النيوكليوزايد. يقول لك في قواعد، لو البيز دي بيورين، لو البيز بيورين اسم النيوكليوزايد بيجي من اسم البيز بلس المقطع اوزين. لما اقول لك مثلا الادينين دي بيز، لو شبكت في الادينين رايبوز يبقى اسمه ادينوزين، وده نيوكليوزايد يعني ادينين بلس رايبوز. والقرآن يقول لك ايه؟ ايه الفرق ما بين الادينين والادينوزين؟ الادينين دي ميزه بس، اما الادينوزين ادينين بلس رايبوز نيوكليوزايد. طب لو عايز اخلي الادينوزين دي نيوكليوزايد احط ايه؟ فوسفيت. لو واحدة فوسفيت يبقى اسمها ادينوزين مونو فوسفيت اي ام بي. وما اقولش ادينين مونو، لا ادينوزين مونو فوسفيت. واحدة كمان اي دي بي، واحدة كمان اي تي بي. ودايما المونو فوسفيت ياخد اسم تاني، فالاي ام بي اسمها التاني ادينيليك اسيد، اسمها كده يا جماعه ادينيليك اسيد. فلو عندي بيز اسمها جوانين، جوانين دي بيز شبكت بيها رايبوز جوانوزين، برافو عليك ده نيوكليوزايد. طب حطيت فوسفيت بقت نيوكليوزايد، جوانين ولا جوانوزين؟ جوانوزين مونو فوسفيت جي ام بي. واحده كمان جي دي بي، واحده كمان جي دي بي. والجي ام بي دايما تاخد اسم تاني جوانيليك اسيد. طب سي عندي بيز اسمها زانسن شبكت بيها ريبوز يبقى زانسوسين ده نيوكليوزايد. طب عايز اعمل نيوكليوزايد اضيف فوسفيت، واحده فوسفيت زانسوسين مونو فوسفيت اكس بي، واحده كمان اكس دي بي، واحده كمان اكس تي بي، والاكس ام بي اسميها زانثيليك اسيد. لازم ادلعها. طب لو عندي هايبوزانسين دي بي، لو شبكت بيها ريبوز هايبوزانسوسين اسم او صح؟ بسميها اسم مختلف شويه اينوزين. دي دايما بيتلخبطوا بنور ذا نيتروجينس بيز ان اينوزين اس تقول هايبوزانسين، الاسم مختلف. الهايبوزانسين دي البيز لو شبكت فيها ريبوز يبقى اينوزين، اينوزين. طيب حطيت واحدة فوسفيت اي ام بي اينوزين مونو فوسفيت، واحدة كمان اي دي بي، واحدة كمان اي تي بي، والاي ام بي اسميه اينوزينيك اسيد. اللي لسه صح يجاوب سؤال، بقول لك بريمز كيو اول اوف ذا فولوينج ار نيوكليوزايد اكسبت الينوزين جوانوزين سيتوزين اينوزين. السيتوزين يندرج اوزين لكنه ليس نيوكليوزايد، هو بايرمدين بيز. السيتوزين اخره اوزين لكن مش نيوكليوزايد، ده بايرمدين بيز، يبقى مش اي حاجه اخرها اوزين تبقى نيوكليوزايد، لان السيتوزين اخره اوزين لكنه بايرمدين بيز. طيب لو البيز بايرمدين اجيب ازاي اسم النيوكليوزايد؟ قال لك بضيف على اسم البيز المقطع دين، بضيف على اسم البيز المقطع دين. فقول معايا يلا، لو عندي بيز اسمها يوراسيل، يوراسيل ده بيز النيوكليوزايد يوريدين، واحد فوسفيت يوريدين مونو فوسفيت، واحده كمان داي فوسفيت، واحده كمان واليو ام بي بسميها يوريديليك اسيد. اسمها يا جماعه يوريديليك اسيد. طب لو عندي يوريديليك، لو عندي سايمين، سايمدين ده نيوكليوزايد، واحدة فوسفيت سايمدين مونو فوسفيت، واحدة كمان داي فوسفيت، واحدة كمان راي فوسفيت، والتي ام بي
ثايميديريك اسيد. طيب لو عندي سايتوزين اهي بيز اهي بيز نيوكليوزايد اسمه ايه؟ سايتيدين. طب واحدة فوسفيت سايتيدين مونوفوسفيت، واحدة كمان داي، واحدة كمان تراي، والسي ام بي اسميه سايتيدينيك اسيد. اخر حاجة يقول لك كل هذه النيوكليوزايد طالما كاتبها كده اي ام بي جي ام بي اكس ام بي اي ام بي دي رايبونيوكليوتايد، لكن لو عايز تميز ما بين رايبونيوكليوتايد ودي اوكسي رايبونيوكليوتايد قبل الاسم تحط دي سمول. فلو حطيت كده دي سمول اي ام بي دي اراها دي اوكسي ادينوزين مونوفوسفيت، ويبقى البنتوز اللي جوه دي اوكسي ريبوز، ويبقى دي داخله في تركيب الدي ان. يبقى لو كتبت الاسم من غير دي سمول دي رايبونيوكليوتايد، حطيت دي سمول قبل الاسم دي دي اوكسي رايبونيوكليوتايد وفيها دي اوكسي ريبوز وداخله في تركيب الدي ان. اشوفكم المره الجايه. الكلام ده يتذاكر، الكلام ده هعدي عليه كتير المره الجايه ان شاء الله.